صباح الخير يا زين. صباح النور. ايه الاخبار؟ كويس. زين، انا عرفت ان صاحبك اللي جنبك اسمه زين. طب مين زين رقم واحد ومين زين رقم اتنين؟ انت زين رقم كام؟ واحد. وانت زين رقم اتنين؟ لا، رقم واحد برضو. خلاص نعملها واحد كمان، مش مشكلة. ايه المشكلة لما يبقى في كذا واحد؟ بس انا سمعت منك يا زين ان انتوا عندكم كام واحد زين في الفصل؟ أربعة. أربعة؟ أربعة في فصل زين؟ أعرف أفرق بينكم إزاي لما أدخل الفصل؟ إزاي لكل واحد؟ يعني زين واحد، زين اتنين، زين تلاتة، زين أربعة. أنت اسمك زين إيه؟ زين هاني. وأنت اسمك زين إيه؟ زين سايس. شفت كده هفرق أهو، فرقت. وأنتوا أصلا الكلاس بتاعكم اسمه إيه؟ أبريكوت. أبريكوت. الله، أنا بحب الأبريكوت جدا. أنت بتحب الأبريكوت؟ بتحب الأبريكوت يا زين؟ آه. أوي ولا جدا؟ أوي. مع إن الاتنين واحد، بس مش مشكلة. وبتحب إيه كمان من الفاكهة؟ بطيخ. الله، الأحمر ده اللي فيه بذر أسود، عارفاه؟ جميل. بتاكل البطيخة لوحدك ولا ممكن نص؟ بطيخ. بطيخة؟ آه. كلها يا زين؟ مفيش اي حد حته؟ طب الموضوع ده ممكن يعمل مشاكل في البيت. هل بيبقى في مشاكل في البيت بسبب البطيخ؟ ليه كده؟ ايه اللي بيحصل تاني في البيت بسبب البطيخ؟ بيحصل عصير؟ بتحبي تاني ايه من الفاكهه دي؟ ايه، اناناس. بحب الاناناس. حاجه كده يعني صفرة وصغننة وجميلة، بس تقشرها صعب. ايه اللي بتقشرها زين؟ احنا بنشرب اصلا ايه؟ اناناس. يعني انت بتشرب العصير؟ نشربها اي حاجة وخلاص، زي المانجو. انت كده طلعتني من ابريكوت على اناناس على مانجو؟ بنشربها اصلا علبة. بنشربها علبة كمان. دلوقتي بقى في اي حاجة وخلاص. اي حاجة وخلاص. ليه يا زين دايما بنقول اي حاجة وخلاص؟ ليه ما بنحددش الحاجة اللي احنا عايزينها؟ ليه دايما بنقول كده اي حاجة وخلاص؟ يعني انت لما ماما تيجي تسألك تاكل ايه يا زين، تقول لها اي حاجة وخلاص؟ ولا تحدد لها حاجة معينة تاكلها؟ تاكل ايه طيب؟ كورونا. اي حاجة؟ مكرونة. مكرونة اللي هي بالصلصة، بحبها قوي قوي. انت بتحب الاسباكيتي ولا اللي هي قوقعة؟ اسباكيتي. ده وانا صدقني يا زين. وبتحبها ايه كده، يعني بصلصة كتيرة ولا صلصة قليلة؟ قليلة. بحبها بصلصة كتيرة. ممكن تعملي انا واحدة بصلصة كتيرة؟ شكرا يا زين. تعرف تطبخ يا زين؟ ايه بفكر مكرونه كمان. مكرونه تاني؟ طب ممكن المره دي تعملها لنا بصوت صوص وايت كده، اللي هو الصوص الابيض. ماشي اتفقنا. ماشي. هو احنا ليه بناكل؟ عشان نكون قويين، عشان نكبر. ايه، عشان ما نتعبش. احنا ليه بناكل يا دي؟ عشان بنجوع بس ولا عشان حاجات تانية؟ عشان نكبر. لو ما اكلتش هتفضل صغنن، مش هتعرف تلعب كوره، مش هتعرف تقعد، مش هتعرف تنام، مش هتعرف تعمل حاجات كتير. انا بعرف العب كوره اصلا، مشيتها جامد. لا بامانه. وبتشجع النادي الايه؟ ارسنال؟ لا بجد بتشجع الارسنال؟ تشجع يا زين؟ ليفربول. محمد صلاح صح؟ كل ده عشان محمد صلاح؟ اه. بتحبه؟ اه. بتحب محمد صلاح؟ انا بحبه جدا. نفسك تبقى زي محمد صلاح؟ بتشوط جامد زيه؟ طب لو لبست فانيلا، تلبس فانيلا رقم كام يا زين؟ سبعة. سبعة؟ وانت يا زين؟ رقم خمسة.
سمعنا خمسة. وأنا معرفش. اخترت الرقم وخلاص. وأنت يا زين ليه سبعة؟ أشوف مين ده؟ ولا أنت عايز رقم سبعة؟ رقم سبعة. عارف أنا لو لبست فانيلا أحب تبقى رقم كام؟ رقم 10 زي الخطيب. تعرف الخطيب؟ تعرف الخطيب؟ إيه لا. معرفش الخطيب؟ لا بأمانة. إيه لو إيه هيزعلوا مني؟ أنا معرفش يعني إيه. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي. أهلاوي. أهلاوي ما يعرفش الخطيب يا زين. أنت تعرف الخطيب يا زين؟ أنت أهلاوي؟ زملكاوي يا زين. قول الحقيقة. مش هزعل. زملكاوي. زملكاوي. ماشي يا عم. أنا بشجع على فكرة حمادة إمام وحازم إمام. صباح الخير. كويس.